وإلى الري، حيث افتتح الدكتور حسام مغازي وزير الري معرض زهور الخريف في حدائق الوزارة بالقناطر الخيرية، وذلك بحضور المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية وعدد من قيادات الوزارة. نذهب إلى حدائق وزارة الري في القناطر الخيرية مع رسالة الزميلة هالة أنديل. مشاهدي الحياة الآن، نحييكم من قلب منطقة القناطر الخيرية حيث معرض زهور الخريف. المشهد هنا يوحي بجمال الطبيعة وعدد كبير من النباتات التي يقوم أهالي هذه المنطقة بزراعتها، التي تتوافر بمختلف الأنواع وأيضا بأسعار مخفضة جدا للجمهور. من داخل هذا المعرض الذي افتتحه سيد وزير الري ومحافظ القليوبية، معي حسام المغازي وزير الري. برحب بحضرتك يا فندم على شاشة الحياة الآن. صباح الخير، أهلا بك. في البداية فندم، كلمنا عن مشاركتك في هذا المعرض الذي علمنا أنه يعقد مرتين في العام، ربيع وخريف، لماذا وما هي أهميته؟ وطبعا يمكن دي زي ما حضرتك أشرتي، هي الطبيعة هو الربيع، لكن الشيء اللي هو النادر أن المعرض يكون في فصل الشتاء كمان، مش بس في الخريف، ودي يمكن طبيعة منطقة القناطر. النهاردة عندنا المعرض 50,000 زهرة. شعار المعرض السنة دي هو برلمان 2015، يمكن ده الشعار اللي هيبان ورانا. يمكن بيأتي هذا الوقت أو المعرض إنه إحنا بنبدأ نتكلم فيه على الجمال منطقة القناطر. النهاردة عندنا 180 فدان تتبع وزارة الري، موجودة تحت ولاية وزارة الري، بنشرف على نظافتها، بنشرف على تجميل المنطقة. فالنموذج اللي احنا شايفينه قدامنا هو مفتوح للجمهور. أيضا في هذه الزهور بأسعار رمزية، حقيقة وزارة الري بتبيعها بأسعار يعني حقيقة بسيطة جدا. كلنا بنحتاج هذا جمال الطبيعة الموجود اللي افتقدناه في وسط اختفاء الحدائق. النهاردة وزارة الري بتحافظ على هذه المساحة، وإن شاء الله في مشروعات تطوير الحدائق دي حقيقة الوزارة بتقوم بيها. يمكن هقول لحضرتك حاجة، وإحنا حاليا بنفكر في مشروع عمل إنشاء تلفريك في هذه المنطقة. أنا استقبلت عروض من شركات فرنسية وأرسلت هذه العروض لوزارة الاستثمار حتى نبدأ يعني طرحها للمستثمرين. عمل تلفريك يجوب هذه المناطق، منطقة فريدة اللي بتقع بين فرعي رشيد ودمياط، كلها حدائق يعني. طيب يا فندم، يعني ماذا ستقدمون من دعم لهذا المعرض؟ يمكن الحرص على إقامة هذا المعرض وتوفير كل الخدمات المطلوبة وفتحه للجمهور، ده يمكن احنا دي حاطينها اولوياتنا. لكن عندنا الحاجه الجديده ان دايما عندنا جديد فيه، ان في حاجات يمكن لا تتواجد الا في هذا المكان، كبعض الزهور النادره وبعض الاشجار النادره بيرجع تاريخها فوق ال 100 سنه، جايه من مناطق استوائيه. فحرصنا على العنايه بيها من اي نوع من الامراض، او اي دايما بنديها نوع من التغذيه المطلوبه او الاسمده المطلوبه. يمكن اللي هتجول في المعرض النهارده هيشوف هذا الجمال الموجود. فندعو كل يعني اللي بيشاهدنا النهارده زياره منطقه القناطر ويشوف روعه القلب القاهره او الرئه بتاعت القاهره. نعم، يعني ما ينفعش حضرتك تبقى موجود معانا وما نسالكش على الميه اللي هنروي بيها الزرع ده. ايه اخر اخبار اجتماعات صد النهضه؟ ان شاء الله عندنا يوم الجمعه والسبت القادمين في اجتماع في الخرطوم، هيكون لاول مره على مستوى وزراء الري والخارجيه، اجتماع سداسي عنوانه الرئيسي وهو مناقشة الشواغل المصرية اللي بيتكلم فيها كل مواطن في مصر عندما يرى السد يتقدم في البناء، في حين المعدل الدراسات ليست بالصورة اللي احنا محتاجينها. فدي نحتاج فيها إلى تطمينات من الجانب الأثيوبي، وفي ظل أن عندنا اتفاق مبادئ موقع بين الرؤساء في الخرطوم. فبالتالي اليومين دول هيكونوا مركزين في هذا الموضوع. الموضوع التاني اللي هنناقشه في هذا الاجتماع هو دفع المسار الفني، ونأمل ان يطلع من خلال اليومين دول انطلاقة للمسار الفني وتطمينات نطمن بها الشعب المصري في هذا الملف. نأمل يكون اجتماعا ناجحا وموفقا بإذن الله. أخيرا، هل لمستم مرونة من الجانب الأثيوبي مؤخرا؟ هو حقيقة طبعا الموافقة على الاجتماع، ومجرد ان احنا بنناقش هذه الشواغل حقيقة ده شيء جيد، ان ثلاث دول اجتمعت وافقت على الحضور. ده شيء حقيقة نقدر نقول بادرة ايجابية لمناقشة هذه الشواغل لأول مرة بتتم على هذا المستوى. فنأمل ان شاء الله النتائج تفرز كثير من الايجابيات ان احنا نطمن بيها كل مصري باذن الله. نعم، السيد حسام مغازي وزير الري، بشكر حضرتك شكرا جزيلا لظهورك معنا في الحياة الآن، واعود اليكم مرة اخرى مشاهدينا بعد رصدنا لهذه الصورة من معرض الزهور. شكرا للزميلة هالة أنديل.